بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الصف الإلكتروني الخاص بمادة الأوتوكاد، ونتمنى لكم النجاح والموفقية. أعزائي، برنامج الأوتوكاد من البرامج الداعمة للرسوم والتصاميم الهندسية في مختلف فروع الهندسة، مثل هندسة العمارة والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكهربائية وغيرها من فروع الهندسة. البرنامج من إنتاج شركة أوتوديسك، وهو من فئة البرامج التنفيذية Execution Program، وهذا البرنامج من البرامج المهمة جدا بالنسبة للمهندسين، ولا بد لكل مهندس إتقان العمل بهذا البرنامج سواء في المراحل الدراسية أو مستقبلا، خاصة عند التقدم للحصول على فرصة عمل كمهندس سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فمن ضمن الأمور اللي يقوم بها المهندس هو اختبار إتقان العمل أو الرسم ببرنامج الأوتوكاد. من خلال دراستكم السابقة لمادة الرسم الهندسي، كانت الرسوم الهندسية ترسم بالإيد وبالاستعانة بأدوات الرسم المساعدة والمتعارف عليها مثل التي سكوير والفرجال والمثلثات وغيرها من الأدوات، ولغرض أن يكون الرسم بجودة ودقة عالية لابد من بذل جهد كبير وتركيز دقيق والمحافظة على نظافة الورقة، وكذلك تستغرق إنجاز هاي الرسوم وقت طويل خاصة بالمشاريع الكبيرة. ولهذه الأسباب ظهرت برامج على الحاسوب وظيفتها توفير بيئة على شاشة الحاسبة سهلت عملية الرسم بصورة كبيرة، والرسوم تكون عالية الجودة والدقة بحيث قللت الجهد والوقت المستغرق لإنجاز الرسم. مثل هذه البرامج برنامج الأوتوكاد، برنامج 3-Tracks Drawing، برنامج ريفيت، برنامج فري دروينج، برنامج موديلينج ديزاين، 3D Max، سوليد وورك وغيرها من البرامج. بالحقيقة بالمئات من البرامج اللي هي تعد من برامج الرسم على الحاسوب. الآن ننتقل إلى برنامج الأوتوكاد للتعرف عليه. بعد تنصيب البرنامج على الحاسوب تظهر أيقونة على شكل حرف A وهي رمز البرنامج والإصدار اللي نشتغل عليه فيرجن 2017، وهناك أكثر من إصدار فيرجن، والآن وصل فيرجن 2020 وهناك إصدارات قديمة أيضا. وما يخص دراستنا نستخدم فيرجن 2017 اللي منصب عليه حاسبات المختبر اللي يكون عليها امتحاناتكم إن شاء الله. الآن نشغل البرنامج بنقرتين على الشورت كات الخاص بالبرنامج، نقرتين كليك أيسر،
بعد فتح البرنامج تظهر نافذة البرنامج الأولية الظاهرة أمامكم، واللي تتضمن عدة اختيارات، مثلا Get Started، وبالأسفل منها نقرأ Start Drawing، إعاز بداية رسم جديد، والإعاز Open File لفتح رسم سابق، والإعاز Open a Sheet Set لفتح مجموعة رسوم لمشروع واحد، و Recent Documents واللي تتضمن آخر رسمين أو ثلاثة رسوم مشتغلين عليهم سابقا، و Notifications اللي تتضمن الملاحظات البرنامج اللي يبديها للمستخدم، واختيار Connect اللي يسهل الاتصال مع شركة أوتوديسك. ولأجل البداية برسم جديد أدوس على Start Drawing، أو من علامة زائد، أو من الإعاز New، أضغط على Start Drawing، فتظهر الواجهة الرئيسية للبرنامج. من الأعلى عنوان الصفحة اللي راح نرسم بيها، واللي هي تتضمن اسم أوتوديسك اللي هو اسم الشركة المنتجة للبرنامج، وأوتوكاد 2017، أوتوكاد الإصدار 2017، ودراونج وان هو اسم فايل الرسم المفتوح حاليا، وتقدر انت تغيره الى اسمك او اي اسم اخر او اي رمز تختاره انت. والاحرف DWG هي الاكستند الخاص ملف الاوتوكاد، مثلا برنامج الوورد الاكستند مالته DOC دوك، وبرنامج الاكسل الاكستند مالته هو XEXL. فبرنامج الأوتوكاد حتى يتميز عن باقي البرامج الأخرى فالإكستيند مالته DWG. والآن نتعرف أكثر على برنامج الأوتوكاد. مثل ما تشوفون هناك مساحة سوداء كبيرة، وهذه المساحة تشمل أكبر جزء من صفحة الرسم، وهاي المساحة هي اللي تصير بيها الأوبجكتس كائنات الرسم بهاي المساحة، واللي احنا نسميها بالورك سبيس. وبالأعلى هناك قوائم تحتوي على رموز، وكل رمز منها عبارة عن رمز لرسم أوبجكت. فبرنامج الأوتوكاد مثل برنامج الوورد ينفذ أوامر الكتابة، كتابة النصوص. برنامج الوورد ينفذ كتابة نصوص عن طريق الضغط على المفاتيح بالكيبورد، فكل مفتاح يمثل حرف من أحرف الكتابة. أما برنامج الأوتوكاد فكل رمز يرسم أوبجكت مثل خط أو دائرة أو منحني أو مستطيل أو شكل أو أي شكل هندسي، أو هذا الرمز اللي يعني لك فد وظيفة يؤديها البرنامج، مثلا حفظ الرسم بعد ما تنتهي منه، أو فتح فايل، أو إضافة صورة، أو إضافة جدول، أو طباعة، أو تهشير منطقة، إلى آخره من الوظائف. وجميع هذه الرموز مرتبة ضمن قوائم، وهذه القوائم على نوعين: قوائم منسدلة مثل هذه القائمة، أو قوائم مفتوحة مثل هذه القوائم اللي بالأسفل من عندها. من ضمن هذه القوائم القائمة أي، وهي قائمة مهمة ودائما احنا نركز عليها،
فنفتحها بالضغط على المثلث الصغير اللي بجنب حرف A، نضغط عليه تطلع لي هاي القائمة اللي بيها عدة اختيارات. مثلا الاختيار New اللي من خلاله أفتح صفحة رسم جديدة، الخيار Open اللي من خلاله أفتح رسم سابق أنا مسويه، الخيار Save اللي أستخدمه لحفظ الرسم بعد ما انتهيت منه، والاختيار Save As واللي يتضمن من عندي رسم سابق أسحبه أسوي تعديلات عليه وبعدين أريد أحتفظ بالتعديلات الجديدة بالإضافة إلى الرسم القديم، والإعراز Import لسحب رسم مرسوم برامج أخرى بحيث من خلال هذا الإعراز أحوله إلى صيغة DWG، مثلا مرسوم بالSolid، مرسوم بال3D Max أو أي نوع من أنواع برامج الرسم الأخرى. من خلال هذا الإمبورت راح أحوله إلى صيغة DWG الخاصة ببرنامج الأوتوكاد. برنامج إعراز الإكسبورت هذا من أكمل الرسم بالأوتوكاد وبعدين أريد أصدره بصيغة ملف آخر أو برنامج رسم آخر أستخدم الإعراز إكسبورت. الإعراز Publish هو للنشر من خلال الوسائل المتعددة أو الوسائط المتعددة بالإنترنت وغيرها، فأستخدم الإعراز Publish. الإعراز Print وهو للطباعة بعد ما أنتهي من الرسم، بعض الأحيان أحتاج أطبعه وأرفق الفايل حتى أقدمه كمشروع عمل. والإعراز Drawing Entities يستعرض خواص الرسم، ما نوع الاكستنت للرسم، ومتى تم إيجاد هذا الرسم، متى تم إيجاد هذا الرسم وبيا تاريخ تم التعديل عليه وغيره من الأمور، كذلك مثلا مساره وين محفوظ هذا الرسم، فكل الأمور الخاصة بالرسم. فمن خلال إعراز Drawing Utilities نحصل على هاي المعلومات كلها. والاختيار الأخير وهو Close لغلق الرسم الحالي. والآن نصعد فوق إلى شريط القوائم الرئيسية اللي يتضمن القوائم المنسدلة File وEdit وView وInsert وFormat Tools وDraw Dimension وغيرها من القوائم. بعض الأحيان هاي القائمة ما تكون موجودة، نشغل البرنامج ما تظهر، فعلى مود أظهر هاي القائمة أجي على هذا المثلث اللي صاير ضمن هذه القائمة الصغيرة الفوق كلش بصف حرف A، أضغط على هذا المثلث الصغير راح تنسدل لي هاي القائمة. هسه حاليا راح أخفيها، فأدوس على الأوبشن هاد منيو بار، اختفت قائمة المنيو بار، أريد أظهرها أدوس على هذا المثلث وأختار Show Menu Bar. القائمة File وتتضمن الأوبشنات New و Open و Save و Save As و Export و Import و Publish وغيرها من الاختيارات اللي هي تشبه القائمة A. والقائمة Edit بها اختيارات، وأبرز الاختيارات اللي دائما نعتمدها بالشغل Undo وCut وCopy وPaste وDelete وSelect As. والقائمة View اللي من أبرز الاختيارات اللي بها
الزوم لتكبير ولتصغير صفحة الرسم، والاختيار بان اللي يكون على شكل اي. الزوم طبعا كذلك اقدر اختاره من خلال الويل سكرو الخاص بالماوس، يكبر لي ويصغر لي. وعندي البان اللي هي يكون على شكل اي، تسحبها ورقة الرسم يمين يسار للاعلى للاسفل. وهاي الوظائف متوفرة كذلك بالقائمة نافيجيتور مينيو، وهذه القائمة تتضمن الزوم وتتضمن البان. القائمة انسيرت وهي لإدخال صورة، إدخال جدول، إدخال عنوان، إدخال أمور توضيحية بالرسم بعض الأحيان المستخدم يحتاجها. فمن خلال هاي القائمة تمكننا من إدخال أمور أخرى هي من خارج الرسم. القائمة فورمات وهي لتهيئة ورقة الرسم قبل البدء بالرسم، مثل الوحدات اللي راح نشتغل بها units، وحدود ورقة الرسم drawing limits، ونوع الخطوط، وكذلك style dimension كيفية راح تكون الأبعاد وشكلها، وغيرها من الاختيارات اللي بالممارسة راح تتعلمون عليها مع الوقت وكثرة التمارين اللي يسويها الطالب. والآن نجي إلى القائمة Tools، وهي قائمة الأدوات اللي تتضمن Workspace اللي من خلاله أقدر أحول الرسم من 2 Dimension إلى 3 Dimension، أو من 3 Dimension إلى 2 Dimension. وكذلك تجيني اختيارات تكون في بعض الأحيان هي بهاي القائمة مثلا وتلقيها بغيرها من القوائم. فأكثر الأحيان تلقي الاختيارات موجودة بأكثر من قائمة، الغرض السهولة. مثلا الورك سبيس أقدر منها أغير رسم مالتي إلى 3 دايمنشن، تطلع لي الإعازات الخاصة بال 3 دايمنشن، وأقدر أرجعها لل 2 دايمنشن. الآن رجعت لي صفحة الرسم 2 Dimension. وكذلك عندي من خلال هاي السيتنج هم أقدر أغير بيها مواصفات الرسم من ثنائي إلى ثلاثي، أو من ثلاثي إلى ثنائي. اختفت عندي المنيو بار، أظهرها، تظهر عندي من أدوس على شو منيو بار حتى واصل الشرح عليها. القائمة درو اللي تتضمن أدوات الرسم، أو بالأحرى الرموز الرسم اللي تتضمن رسم الخط ورسم الشعاع ورسم المضلع ورسم المستطيل والدائرة وغيرها من الرسوم ثنائية الأبعاد. وقائمة دايمنشن اللي من خلالها أخلي الأبعاد على الشكل الهندسي بعد ما أتمم رسمه. والقائمة موديفاي اللي من خلالها أسوي التعديل على الرسم، وكذلك بيها إعازات تشبه الإعازات الموجودة بالقائمة إديت، كذا الكوبي والديليت. فبالموديفاي ما الديليت تسميها هناية ايرث مسح، بس هي نفس الوظيفة تأديها، والكوبي كذلك الاستنساخ، وعندي الميرور هو الاستنساخ حول الخط، نستنسخ اوبجكت اللي هو معناه الكائن نستنسخه حول الخط، وهذا طبعا ان شاء الله نبين وظيفتها مستقبلا. واوفسيت الاستنساخ المحاذي، والموف لتحريك الاوبجكت، والروتيت لتدوير الاوبجكت،
وغيرها من الوظائف.